حلقة النهاردة مختلفة من كل جوانبها الحقيقة، من بدايتها إلى الآن، لأن دلوقتي إحنا معانا فرقة من ذوي الهمم أصحاب القدرات الخاصة في الغناء، وهيقدموا لنا مجموعة من الأغنيات المميزة جدا. فرقة نور الحياة بقيادة المايسترو دكتور محسن محمد صادق، خلوني أرحب بيهم ونبدأ شوية كلام بسيط كده عشان إحنا عايزين نسمع غنى أكتر. صباح الخير ومنورين، يوم سعيد. صباح الورد على حضرتك، يوم سعيد إن شاء الله. اسمح لي يا مايسترو أرحب بضيوفنا يعني مع حضرتك من الفرقة ونتعرف عليهم. عايزة أعرف اسمك واسم كل واحد فيكو وفي سنة كام. أحمد تفضل. تانية ثانوي. أنت في تانية ثانوي؟ تمام. أحمد عبد اللطيف ضيفنا من فرقة نور الحياة. يا جميل يا صغنن أنت، عمر زيك؟ الحمد لله. قولي اسمك وانت في سنة كام. اسمي عمر حمادة وفي سنة تالتة ابتدائي. عبد الرحمن هشام. أنا قلت اسمك بقى، قولي أنت بتدرس إيه. أنا طالب بكلية الأداب قسم التاريخ جامعة القاهرة فرقة تالتة. واخترت تاريخ ليه يا عبد الرحمن؟ الحقيقة كنت حابب القسم، يعني مع أن أنا كنت في البداية أصلاً، أنا أول ما دخلت الجامعة كنت في كلية دار علوم، بس للأسف كانت صعبة وتقيلة عليا، فحاولت منها ودخلت كلية أداب، ولأن لقيته قسم سهل وغير كده قسم جميل وأنا بحبه، يعني قسم تاريخ. موفق إن شاء الله. مايسترو خلينا نعرف حكاية فرقة نور الحياة، بدأت من إمتى وإزاي جمعتهم مع حضرتك، وبتختار يعني إزاي الاختيارات المختلفة دي؟ الفرقة أنا بدأت سنة 2019، آخر 2019 بالضبط. كان في مهرجان دولي لذوي الهمم معمول في دار الأوبرا، وكانت اللي بيرعى الموضوع أو القائم على المهرجان دوت الأستاذة الفنانة وفاء الحكيم، كانت وقتها هي مديرة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، والمسرح ده هو الوحيد في مصر اللي في مصر وفي العالم العربي لذوي الاحتياجات الخاصة. فأنا وقتها كنت في الهيئة العامة لقصور الثقافة، فأنا بحب دولت، فقلت لها أنا يعني عايز أكون معاكي. ففعلا عملت انتداب عندهم لمسرح الشمس وبدأت معهم من يناير. عملنا يمكن دربنا يناير فبراير مارس، حصلت كورونا، بدأت أدربهم على برنامج الزوم، بدأت بأربعة، دلوقتي الفرقة حاجة وعشرين ما شاء الله. عملنا بعد كده يمكن 75 ليلة لسيد درويش، ليالي سيد درويش، لفينا بيها بعض محافظات الجمهورية زي محافظة بورسعيد ومحافظة الإسماعيلية، وكان معانا عمر. عملنا ليالي تانية بعد كده، طلعت المعاش سنة 2023 في آخر شهر 4، فأنا مرتبط بيهم جامد وهم مرتبطين بيا جدا، فقررت أعمل فرقة نور الحياة. يعني وهم فرقة الشمس كانوا بيجوبوا مع حضرتك المحافظات في حفلات وليالي غنائية. نعم. بعد كده بدأت بقى حضرتك تغير اسم الفرقة لارتباط الولاد والشباب بحضرتك. نعم. علشان تستكمل معاهم تدريباتهم وغنائهم وكده. نعم. طيب خلينا نبدأ بقى بأحمد، نسمع منه أغنية وبعدين نرجع نكمل كلام. نعم. جاهز يا أحمد؟ جاهز. يا جاهز هتغني؟ قلب واحد. يلا أغنية قلب واحد نسمعها منك. تشتغل أحمد وتشتغل عليها، تغني عليها. هنسمع من أحمد عبد اللطيف من فرقة نور الحياة أغنية قلب واحد. يلا امسك المايك بقى كده، وعايزين نسمع صوتك قوي كده وجميل زي ما بتغني في الحفلات. كفايه فهم بالليل
تحس فيه. قلبي عاشق بس صوتك، قلبي يتأمل سكوتك، قلبي تاني عشاني، قلبي عاشق بس صوتك، قلبي يتأمل سكوتك، قلبي تاني عشاني. كش بقى كم قلب لما يجي يوم والمس ايديك. حضرتك يعني أعمارهم مختلفة، نعم. كل واحد منهم محتاج تدريب بشكل خاص، تتعامل نعم. معاهم إزاي؟ بص حضرتك، أنا بدخل جوه قلب كل واحد فيهم، فأنا بابا بالنسبة لهم. أنا بدخل جوه قلب كل واحد فيهم، بنزل لتفكيره، باخد منه كل حاجة. يعني بتنزل تفكير عمر صاحب الثمان سنوات طبعا. ده طبعا طبعا صديقه. ده جميل. يلا وبعدين حضرتك قلت ده مايسترو المستقبل، يعني طبعا عنده مواهب غير الغنى، عنده مواهب جميله وبيعزف بيانو وهيعزف عود. ده احنا جمال مميزين تاني بقى. انت بتعزف ايه تاني؟ انا بعزف بيانو بس لسه هتعلم على العود والجيتار والكمانجة والحاجات دي كلها. طيب و يعني عبد الرحمن، انت بدات تغني من امتى؟ لا ده طفولتي. ومين قال لك ان صوتك حلو وخلاك تشترك بقى في فرق وكده؟ لا، هو اللي قال ان صوتي حلو وكان اصلا مكتشفني في بدايتي خالص من الطفوله قبل المدرسه كانت امي. وبعد كده المدرسه بقى. وغنيت بقى في حفلات المدرسه ويعني وبعد كده كنت في كورال دار الأوبرا. الاختيار الأغنيات حضرتك اللي بتحدد على حسب صوت كل واحد فيهم؟ طبعا. يعني ولا اتفضل. طيب ولا هما بيجوا يقولوا لك احنا مثلا سامعين أغنية حلوة عايزين نغنيها او حافظنا أغنية؟ هو الاثنين. يعني مثلا هو يقول لي الأغنية دي انا عايز اغني الأغنية دي، انا شايف ان هي مش مناسبه للطبقه الصوتيه بتاعته، فبقول له نشوف اغنيه تانية. بنفكر مع بعض. بتحب تسمع مين يا عمر؟ انا بحب اسمع سيد مكاوي وعبد الوهاب. الله عليك، ده انت بتسمع ناس حلوه قوي. بتحب لهم اغاني ايه بقى؟ انا بحب عبد الوهاب. كل ده كان ليه. عبد الرحمن، تحب تسمع مين وبتغني لمين؟ بحب اسمع عبد الحليم حافظ وبحب اسمع محمد فوزي. بتسمعوا مين من الجداد؟ انا بسمع من الجداد، بسمع عمرو دياب، بسمع محمد حماقي، رامي جمال، رامي صبري. انت نفسك تحقق ايه في الغنى؟
لا حاجات كتير الحقيقة، من ضمنهم اني انا نفسي يعني نفسي اظهر واطلع للناس مش مرة واحدة ولا اتنين، كتير لو نفسي الناس تسمعني وتعرفها. ان شاء الله تكون مطرب مميز والناس تعرفك وتحقق امنياتك.